مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا تاع نهار اليوم جد حساس، هو الزوجة التي تقول لحماتها لست بخادمة في بيتك. تعالوا معي نشوفوا رأي الجزائريين في هذا الموضوع. الحاجة لو كان مرت ولدك تقولي لها عاونيني في الشغل وفي الدار وكامل، تقول لك مانيش خدامه عندك. لا لا، انا عندي زوج عرايس معايا في الدار ما شاء الله، عندي ربع عرايس، زوج خارجين وحدهم وزوج معايا في الدار ما شاء الله، يخدموا ما يتعندوش، يخدموا يد وحده، عندهم زوج دراري، اللي ينوض يخدم الاخر، اللي ينوض تكون مريضه الاخرى ترفد الاخرى، ما نكذبش عليك. واش رايك في المراه اللي تقول للعجوزه هذه الهضره؟ انا عندي ماهيش مربيه، ناقصه تربيه، باسكو يماها ما علمتهاش قيمة الأم تاعها، وكي تروح لأخرى تلقى أم واحدة أخرى. قولي لها عاونيني تقول لك مانيش خدامة عندك. آه نو، سي با لونغاج هذايا باش تقول لي، ما نقدرش بوتيت شوي فاتيكي بوتيت. ميم باش نقولوا لا كاين دي فاسون بور لو دير، أون دوا لو دير بوليمون. وي. بوليمون. دونك كاين أسلوب تقولي لا لا ولا باش تقولي إيه. واش رايك لو كان تقول لك لا لا، هي من حقها ولا ماشي من حقها؟ من حقها. من حقها. تسمى العروس ماهيش ملزومه انها تخدم العجوز؟ نو، ماشي ملزومه، ماشي ملزومه. ماشي ملزومه، ماشي ملزومه. تديرها كيماها وخلاص، كي الام تاعها. الراجل كيتزوج العروسه ملزومه باش تخدم يماه وباباه. خاطر يماها علاش زوجت وليدها؟ باش لازم باش تقوم بها هي ثاني. كيما نحب البنتي نحب العروستي. ياك هكذا؟ كيما نحب البنت تكون عيانه، تكون بالك ماشي قادره، تكون بالك مورال ا زيرو بوتيتر، شويه شويه من عندي شويه من عندها. من الاحسن ديرها كيماها، ولا العجوزه دير العروسه كي بنتها، هذا ما كان. ولا ربدتها لازم تخدم. ماشي لازم، ماشي لازم، هي ماشي لازم، هي ماشي لازم، بصح من الاحسن ترفدها كي شغل ديرها يماها، ما ديرش عجوزتها ولا يمات راجلها. واش رايك في العروسه اللي تقول لعجوزتها مانيش خدامه عندك وما كيش ملزومه اني نخدمك؟ لا لا، انا ضد هذه الفكره بتاتا، خاطر حنا في المجتمع تاعنا ما لازمش تكون فيها هذه العقليه كامل. يكذب عليك، حنا مالينا ما تربيو تربوا هكذا، مش تربوا حنا هكذا. انا نشمل الأمة كانت تخدم عجوزتها تقول يماه ماشي عجوزتها، وخلتنا هذه تسمى انا حنا كي نروحوا لدار العجوزه نروحوا كاننا رايحين عند يمانا الثانيه، فهمتي؟ لازم تخدميها بلا مزيتك وتراعيها كيما كنتي تراعي يماك بلا مزيتك، وتطيعيها كيما تطيعي يماك. ولو كان مرتك انتيا تقول لك ما نخدمش يماك؟ انا نحاول نصلح الحاله، ما نكذبش عليك. ويلا ما حبتش تروح لدارهم، واش حبيتي نقول لك؟ واش نقدر نقول لك من فوق هذه؟ نحاول نصلح الماكسيموم. أنا كان هكذا كل يوم كل يوم هكذا نحاوزها. طلقها؟ بيان سور. شوف ديجا أنا عندي مرة طلقتها. والبنت قبل ما تخرج من الدار نتاع باباها ويماها أوتوماتيكمون لازم يعطيوها إن إدوكاسيون. معنى ذلك شوفي يوريو لها السلبيات والإيجابيات. هذه فهمتي اللي بور كيل بويس أسومي فهمت سي ريسبونسابيليتي. بلان اونتيار. والعروسه ملزومه انها تخدم عجوزتها؟ ملزومه، باسكو عندنا البنات ونعرفوا سي ديفينيون تاع لا جينيراسيون تاع دوكا، بصح باش تقول لي ديمو هكذايا اش بورت با. هي كي تكون تربيه حسنه، كي تشوف عجوزتها رفدت كيسان ولا رفدت طباشه ولا رفدت مغارف باش تغسل، والله ما تغسل اليوم. مشاهدينا نتمنى يكون عجبكم هذا الموضوع، لاقتراحاتكم تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله، إلى العدد القادم إن شاء الله.